المشهد مثير والمشهد مشجع، والكلمات التي ألقيت لا شك أن ستكون لها أثر في قلوب الملايين، وخاصة في قلوب شعبنا الفلسطيني الكادح. هل ترى أن دي ممكن يعمل توحد في المنطقة لدعم القضية الفلسطينية على أرض الواقع حقيقة؟ أتصور المؤتمر ده دليل ساطع على وحدة المسيحيين والمسلمين وجميع الشعوب المنطقة لأجل القدس ولأجل فلسطين. لا شك أنه المؤتمر الدولي أيضا بعدما يرى نتائج هذا المؤتمر سيكون له صدى إيجابي في هذا المجال. كيف ترى دور الإمام الأكبر وعلماء الأزهر في دعم القضية الفلسطينية؟ الإمام الأكبر هو دائما الشخصية البارزة الذي قاد ويقود الأمة العربية في طريقها المستقيم، في صراطها المستقيم. نعم. توصيات المؤتمر أتصور سيكون ما تفضل فيه الإمام الأستاذ دكتور أحمد الخطيب، يعني وحدة الكلمة تنشئ برنامج جديد لتثقيف الجيل الجديد الناشئ، ومن ثم أيضا الحفاظ على وحدتنا والتزامنا بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.